أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر على عائلتي وأولادي وزوجتي، علما بأني هنا في مكة المكرمة وهم في بلادنا؟ نعم، يجوز أنك تخرج صدقة الفطر في هذا البلد عنك وعن أولادك في بلد وهم في بلدنا، ويجوز العكس أن توكلهم يخرجون عنك وعنهم في بلدهم، ويجوز شيء ثالث وهو أن تخرج عن نفسك في هذا البلد وهم يخرجون عن أنفسهم في بلدهم، يجوز كل الأحوال الثلاث، لكن لا بد من الإخراج، لا بد من تيقن الإخراج، إخراج صدقة الفطر. نعم.